بنعود مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية يا حلوة يا بلدي. الحقيقة هنتكلم فيها عن أنواع السياحة المختلفة، ومنها طبعا ومن أهم الأنواع هي سياحة المؤتمرات. ويمكن من خلال منتدى شباب العالم تم أيضا الترويج وتنشيط السياحة. الحقيقة هنتكلم على هذا الجانب من السياحة مع الأستاذ علاء خليفة، هو نائب رئيس الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين السابق. أهلا وسهلا بيكم، صباح الخير. أستاذ علاء، يمكن احنا بنجد أنه السياحة ليها أنواع كثيرة، ولكن في الفترة الأخيرة تم الاهتمام جدا بالمؤتمرات السياحية. هي الحقيقة أسلوب جيد جدا للترويج للسياحة. منتدى شباب العالم عالم من مستوى على مستوى العالم كله شاركوا في هذا المنتدى، وبالتالي هي دعاية وتنشيط للسياحة بشكل جميل جدا. سياحة المؤتمرات هو نمط من أنماط السياحة العالمية، وتهتم به الدول، بالذات الدول اللي عندها انفراستراكشر كويسة، الدول اللي عندها بنية تحتية كويسة. في مصر ابتدى هذا النمط ينتشر من فترة طويلة، يعني من بداية 2007-2008 ابتدى عندنا يبقى في سياحة مؤتمرات زي مؤتمر عالمي للسكان اللي كان عمل قبل كده. والحمد لله عندنا شركات متخصصة في هذا المجال. شيء جميل ان بعد الأحداث السياسية اللي حصلت وابتدت الفترة الاستقرار السياسي، ابتدينا نعمل مؤتمرات تاني في منطقة شرم الشيخ، مؤتمرات عالمية. صحيح. تجذب هذا النمط من هذه السياحة مرة أخرى. دلوقتي رجعنا تاني على خريطة المؤتمرات السياحية والعالمية. منتدى شباب العالم اللي بيتعمل في شرم الشيخ كل سنة في نفس هذا التوقيت، لسه خلصان من كام يوم، ده كان فرصة حقيقية ان احنا نجذب انظار العالم للسياحة مصر ومدى استقرارها والمناخ السياسي الجيد، سواء المناخ السياسي او الاقتصادي او الاستثماري الجيد. وده بيدي مؤشرات جيدة بتؤثر في النهاية على القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري. خلينا كمان نشير إلى جزئية مهمة جدا، إن السياحة والآثار مرتبطين ببعض، لكن ممكن يتم من خلال مؤتمرات الترويج للآثار بشكل مختلف، إن يمكن على هامش مثلا إقامة مؤتمر يتم زيارة مثلا بعض الأماكن الأثرية، بيكون في نشر للسياحة الثقافية بشكل مختلف، التسويق للسياحة الثقافية بشكل جديد، ويمكن متخصص حضرتك في هذا المجال التسويق السياحي. كيفية التجديد في هذا التسويق، لأن كل يوم في جديد، والسوشيال ميديا يمكن بقت متطورة جدا، نحن بنجد أنه التسويق بيتم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سريع جدا. هو طبعا التسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عنصر فعال جدا في أي خطة تسويقية، أي ميديا بلان بنعملها لحملة التسويق لأي دولة بتعتمد على محاور عدة، أهمها طبعا محور التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. وده من ضمن الأشياء المؤثرة جدا. طبعا الخطة بتعتمد على أهمها، يعني أو أهم شيء فيها هو المخاطب فئات معينة أو تارجت أودينس معين من الناس اللي هي تقدر إن هي تتخذ قرار السفر. يعني حسب إحصائيات التنافسية العالمية أو حسب إحصائيات وزارة هيئة السياحة العالمية، كان من المفترض إن آخر سنة دي كان عندنا 1.4 مليار سائح أنفقوا حوالي 1.4 تريليون دولار، اللي في خلال 10 سنين الجايين هيصل عدد السياح المحتملين اللي هيوصلوا سن 60 لرقم كبير جدا، من تقريبا 40% من هذا الرقم. فده هيوصلنا ان احنا هيبقى عندنا نمط من انماط السياحه اللي هي اسمها السياحه المسيره، اللي هي ريكريشنال توريزم، او السياحه اللي هي الباكج توريزم. فده ده بيعتمد بالاساس على السياحه الثقافيه. يعني احنا عندنا انماط للسياحه كتيره، السياحه الشاطئيه، السياحه الثقافيه، ولكن السياحه الثقافيه الفتره اللي جايه دي هيكون عليها سكوب او فوكس، هيكون عليها القاء ضوء الفتره اللي جايه دي. ومصر طبعا رائده في السياحه الثقافيه. احنا في التسويق السياحي بنحب ان احنا نخاطب دول معينه، بكل دوله بيبقى ليها
الاستراتيجيه اللي احنا بنخاطب بيها، لان كل دوله بيبقى عندها متطلبات معينه. طبعا نصيحتي للتسويق السياحي الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله باذن الله، انا واثق في قدرات وزاره السياحه وواثق قدرات سياده الوزير خالد عناني، لان هو من خريج كليه سياحه فرادق، فاتعلم سياحه كويس. والحقيقه هو اثبت نجاحه من خلال وزاره الاثار ان هو كان بيروج للاثار بشكل جميل جدا، من خلال المعارض خارج مصر، وهي عمل مجهود كبير جدا يعني. الترويج هو زي ما انت ذكرتي في البدايه، الترويج لاي منتج سياحي لازم يرتبط ب اويرنس كامبين. عشان نعمل اويرنس كامبين لازم مبدئيا نستخدم الريسورسز اللي عندنا، فاحنا ما شاء الله مصر هازتو يعني، عندنا كل حاجه، فمش بس عندنا تاريخ واثار، عندنا مناطق اثريه، عندنا اكتشافات جديده بتحصل كل يوم، عندنا متاحف جديده بتفتتح كل يوم، عندنا المتحف المصري الكبير. الحاجات دي كلها ارتباطها في سنه 2020 يحتم ان يكون الاثنين مرتبطين ببعض بشكل مباشر، لان اي حدث هنا بيأثر هنا. انا واثق في دكتور خالد ان هو عنده من القدره ان هو يقدر يدير المنظومه ديت. انا فرحت جدا لما عرفت الخبر يعني، فانا واثق ان هو يقدر يدير المنظومه دي. خطه تنشيط سياحي لمصر الفتره الجايه دي هي طبعا خطه استراتيجيه بتعتمد على ان احنا بنخاطب اسواق معينه بدرجات معينه من الكاستمايزد كامبين، بنخاطب أسواق جديدة، وبنحاول إن احنا نعمل فعاليات من ضمنها فعاليات اللي احنا زي شرم الشيخ، فعاليات المؤتمرات الدولية. هل الفعاليات مرتبطة إن احنا ممكن أستاذ علاء إن احنا نستغلها من خلال إقامة مثلا فولكلور، مهرجانات بشكل معين، إن احنا نستعرض فيها تراثنا، إنه نقدم فن مثلا خاص مثلا بالنوبة أو بمحافظات مصر المختلفة؟ اعتقد ده بيكون شيء جيد جدا للسائح، ان هو بيشوف الوجه الاخر للمصري يعني. هو دايما متخيل ان هو يروح الاهرامات ويروح يعني المعابد المهمه زي الاقصر واسوان والكرنك وكده، لكن بالتالي لو احنا بنعكس صوره المجتمع من خلال الفولكلور الشعبي الخاص بكل محافظه، اعتقد تبقى فكره لطيفه جدا للترويج. هو دي بينصب في جزئيه في عندنا في التسويق، عشان احنا التسويق بيبقى دايما خارجي وداخلي. الناس متخيله ان التسويق بس فقط خارجي، لا بالعكس، الدول كتيره جدا سياحيه لما بتحب تسوق لمنتجاتها السياحيه او قدراتها السياحيه بتسوق لها بشكل خارجي، وهي حملات تعريفيه باستخدام بقى السوشيال ميديا على وسائط الديجيتال ميديمز الكثيره، السوشيال ميديا وغيرها، فعاليات كتيره، رود شوز، حضور مؤتمرات تفاعليه مع شركاء الصناعه، ولكن بيتم التسويق ليها بشكل داخلي، وهو تحسين تجربة السائح الداخلية، وده حاجة كنا اتكلمنا فيها فترة طويلة. تحسين تجربة السائح الداخلية، تجربة السائح الداخلية. ايوه طبعا، لان ده الامبريشن بقى، ده اللي حضرتك احنا بنعمله. هقول لك يعني ده الامبريشن، يعني النهارده احنا لما بنجيب يعني حسب اخر احصائيات احنا جايبين تقريبا 11 مليون و8 سائح، رقم كبير مقارنة بالسنوات السابقة، بدخل حوالي 12 مليار و700 مليون، ده رقم كبير جدا وتقريبا تفوق على الرقم اللي احنا حققناه في 2010. النهاردة عدد السياح الكبير اللي ابتدى يرجع ده بشكل ناتشرال، نتيجة للاستقرار السياسي، ونتيجة للمجهودات السياحية، ونتيجة للمؤتمرات اللي احنا بنعملها، ونتيجة لربط الأحداث زي ما انت حضرتك عارفة، الاكتشافات الجديدة بالأثار، بالأخبار الجيدة اللي دايما بتطلع من داخل مصر، تغيير الصورة الذهنية، ده شيء إيجابي. بس لما بيحصل كده احنا بنجيب الأرقام دي بتيجي تخش مصر، بعضهم للأسف بيحصل لهم تجربة سيئة. مش الجميع بيبقى داخل كبسولة شركة السياحة أو الأتوبيس السياحي أو الزيارة، كتير منهم بيجي معتمدا على نفسه، أو كتير منهم بيجي فبيضطر يركب تاكسي ويستخدم وسائل المواصلات العامة، ويتعامل مع المواطن المصري بيتم الاحتكاك بيه. وكمان مش بس كده، في دخول المناطق الأثرية يعني النهاردة لو احنا فكرنا نحسن التجربة السياحية، ان احنا ننظم دخول المناطق الأثرية سواء بالدخول بالخروج، ان
لو فكرنا ان احنا نعمل تذاكر الكترونيه مثلا سياحي يقدر يشتريها قبل ما يروح، لو فكرنا ان احنا نرفع اكوام لو في مناطق فيها زباله او فيها قمامه مثلا في شكل معين في الطريق بتاع السائح، كل دي تحسين للتجربه السياحيه. من ضمن الحاجات اللي بتحسن التجربه السياحيه اللي حضرتك اتكلمت فيه بقى هو عروض الفلكلور اللي هي العروض الشعبيه اللي بتنم عن ثقافه هذا البلد، ودي من ضمن الحاجات اللي بتسعد سياح كتير جداً. وبتفضل معاهم لان هم بياخدوا لها صور وفيديوهات وبيشيروها على وسائل التواصل الاجتماعي. فتحسين تجربة السائح هو عامل يمثل تقريبا نسبة 80% من قرار السائح إعادة السفر مرة أخرى لأي ديستنيشن. يعني هتلاقي دول زي إيطاليا وزي أسبانيا وزي فرنسا، هتلاقي إن كل دولة بتوصل لها من معدل من 60 مليون ل 65 مليون سائح كل سنة. هتلاقي إن نسبة 50% من هؤلاء السياح هم ريبيترز، يعني سياح بيرجعوا تاني المنطقة لأن هم انبسطوا بالتجربة أول مرة فعايزين يكرروها مرة تانية. إحنا في مصر أعتقد إن إحنا عشان يبقى عندنا ماركتينج كامبين أو حملة تسويقية ناجحة لازم إن إحنا نحط جزء من البادجت بتاعنا في تحسين تجربة السائح الداخلية، سواء بقى بإقامة عروض زي ما حضرتك تفضلتي وده فكرة رائعة جدا في كل المناطق السياحية، تحسين تجربة الدخول والخروج، تحسين مستوى الخدمات العامة في المناطق السياحية، تحسين مستوى الأمان على الطرق، تحسين معاملة السائح في المناطق السياحية، تسهيل حتى طريقة حصول السائح على التذاكر أو دخول وخروج السائح، تسهيل حتى الفيزا ان احنا بندخل السائح بيخش بيها مجرد ان هو بيحتك بالسفارات المصريه في الخارج عشان يحصل على الفيزا. دي كلها تجربه من تجارب السائح اللي هو بيعديها بيقرر اذا كان هيرجع لينا تاني او اذا ما كان مش هيرجع تاني وبتقرر بلد تانية او هيشتغل لنا سفير. صحيح. خلي بالك كل الدول السياحية عايزة، يعني كل الدول السياحية بتعمل من السائح نفسه مش المرشد السياحي، لا من السائح نفسه سفير ليها بيتكلم باسمها أول ما بيرجع بلده من عن طريق تحسين التجربة السياحية. طيب نعود مرة أخرى لسياحة المؤتمرات. تمام. سياحة المؤتمرات هي فرصة لتلاقي يعني أفراد من شعوب مختلفة، من دول مختلفة، ثقافات حضارات مختلفة، ويمكن ده حدث بالفعل في منتدى شباب العالم، لكن بنجد إنه كل واحد بيعود بالصورة الذهنية اللي ارتبطت بيه وبينشر الثقافة دي أو الصورة الذهنية دي بينقلها لما بيعود إلى بلده. كيفية التسويق من خلال المؤتمرات دي فيما بعد بقى للأماكن الأثرية؟ شوفي أنا في رأيي يعني منتدى شباب العالم ده فرصة رائعة جدا جدا لتفعيل أنا بطلقه عليها في التجربة السياحية الانفلوينسينج توريزم. ليه؟ لأن من كثر المؤتمرات الدولية اللي بنعملها ده أولا دليل على الأمان طبعا تحت رعاية القيادة السياسية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بهذا الموضوع جدا، بيهتم بأننا نكون محط أنظار العالم كل سنة، مناقشة موضوعات تمس السلام والسلام الاجتماعي، موضوعات هامة جدا. ولكن لو حضرتك بصيتي في أجندة المنتدى شباب العالم هتلاقي أن أغلبية المتحدثين فيه هم انفلونسرز، أغلبيتهم انفلونسرز، يعني ناس ليهم قصص وتجارب قوية جدا، هذه التجارب لها من المتابعين في جميع بلاد العالم. فهتلاقي مثلا حد عمل حاجة في بلد معينة رائد من رواد الأعمال أو إنسان تغلب على مرض معين أو تغلب على أو اخترع شيء معين أو واحد انتشر وبقى ليه متابعين بالملايين، فبنجيبه في منتدى شباب العالم بيتكلم عن تجربته دي في حد ذاتها ده احنا كده بنجيب انفلونسرز بيتكلموا عن تجربتهم في بلد معينة، دول ليهم ملايين المتابعين. اول خبر بينزل ان انا في مؤتمر في شرم الشيخ تحت رعايه الحكومه المصريه وسياده الرئيس، تم تكريمي مثلا كذا، الاخبار دي اسمها اخبار ايجابيه، الاخبار دي بتخلي بقيه العالم اللي ما شافش شرم الشيخ واللي ما عرفش حاجه عن مصر ان هو ينتبه ان دي بلد امان، ان بيحصل فيها مؤتمرات دوليه. صح. وهي نمط من انماط السياحيه بالظبط، وده نمط من انماط السياحيه اللي هامة جدا وتنم عن استقرار اقتصادي وسياسي في أي بلد في العالم. طيب كيفية استغلال السوشيال ميديا والأماكن الأثرية اللي عندنا من خلال المؤتمرات، لما بتيجي مثلا زيارة على هامش المؤتمر بيكون في زيارات مثلا الأماكن الأثرية والسياحية،
كيفية بقى الاهتمام بجانب التسويق لأثرنا بشكل يعني حديث على السوشيال ميديا ممكن يتم ازاي؟ يعني احيانا بتجد انه حد مثلا بيضع صورة على الفيسبوك او على الانستجرام فجأة بتلاقي فين المكان ده؟ طب نروحه ازاي؟ ده مهم قوي. شوف من فترة كده كان حد سألني برضو في لقاء تلفزيوني زميلة ليكي كانت بتسأل مصر عندها ايه؟ فأنا قلت لها مصر has it all، يعني عندها كل شيء. فإحنا عندنا من المقومات السياحية اللي تخلينا نشتغل سياحة فترة طويلة جدا ونضاعف أعداد السياح. ولكن السوشيال ميديا كعنصر مؤثر ظهر آخر 10 سنوات وأصبح من العناصر الأساسية اللي بتعتمد عليها حملات الترويج السياحي. السوشيال ميديا هو بيعتمد على نظريه الفايرلز، يعني انت بتحطي حاجه وغيرك بيشوفها وبيشيرها وبيغيرها على النتورك بتاعته. ولكن ان احنا بنستغل ايوه بس السوشيال ميديا في عصر الديجيتايزيشن او عصر الرقمنه بنستغل هذا التفاعل وهذا الزخم في ان احنا نحط المنتج السياحي بتاعنا في الصدارة. السوشيال ميديا عليها دلوقتي 3,500,000,000 متابع من سوشيال ميديا، طبعا مش بس فيسبوك، على تويتر وعلى انستجرام وعلى سناب شات وعلى كل وسائط السوشيال ميديا. النهارده استغلالنا الامثل للسوشيال ميديا ان احنا نستغل جميع هذه القنوات الاجتماعيه وان احنا ندفع بيها سواء باعلانات مدفوعه او بمحتوى. ده في ناس من خلال ان هو بيضع صورته او ان هو بيروح لمكان بيجي له ملايين. بص بقى، هو ده اللي بقول لحضرتك فيه، في حاجه اسمها انفلونسنج توريزم الفتره اللي فاتت دي. انا كنت عملت فيها، يعني كان جزء من خطط التسويق اللي انا كنت بعملها، ان انا كنت بجيب انفلونسرز من دول. ابتدت مصر تعمل كده على فكره الفتره اللي فاتت، ابتدت مصر تعمل كده، بتجيب انفلونسرز اللي هم مؤثرين السوشيال ميديا، وهم مجموعه من الناس المحبوبين المؤثرين كل واحد في مجاله، يعني حد بيعمل حاجة، حد بيعمل بلوجينج على فاشن، حد بيعمل بلوجينج على آثار، على تاريخ، على بلوجرز يعني بتوع فاشن مثلا، ممكن تلاقيهم مثلا في معبد متصورين بالظبط، صور تحفة بالظبط. ال- 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 الحاجات دي استخدامها وإعادة استخدامها مرة أخرى على السوشيال ميديا، وأنا زي ما قلت لك السوشيال ميديا هي فيها ميزة إن هي بتويند فايرال، يعني حاجه بتطلع من حد من المؤثرين اللي عنده 1,000,000 متابع او 2,000,000 متابع فجاه بتبقى بتشاف 5-6,000,000 مره. دي طبعا بتبقى افضل بكتير جدا ما احنا نروح نعمل اعلانات في التلفزيون او نعمل اعلانات في الراديو ونقول احنا عندنا منتج سياحي، لان الفيجوال افكت سواء فيديو او صوره احسن بكتير جدا من ان احنا نكتب مقاله او ان احنا نتكلم عن المنتج. دايما عنصر النجاح لاي شخص بيشتغل في اي صناعه وبالذات صناعه السياحه مش ان انت تقول صورة. انت ايه، ان غيرك يقول انت ايه، يعني غيرك يتكلم عليك مش انت اللي تتكلم عن نفسك. في عجاله سريعه جدا عشان وقتنا، نقول يعني ايه اهم حاجه كمقترح للترويج للسياحه وسياحه المؤتمرات بالتحديد والسياحه الاثريه؟ شوفي، هو الاهتمام بالسيجمنت بتاعت السياحه او كل انا بقول عليها كل ما هو يخص انواع وانماط السياحه في مصر، سواء السياحه الثقافيه، السياحه الشاطئيه، سياحه السفاري، السياحه الدينيه ومسار العائله المقدسه، كل الاهتمام بهذه الانماط كلها مره واحده طبعا بيؤدي الى نمو سياحي. ولكن احنا بما اننا من الدول المتفوقه في السياحه الثقافيه اللي عندنا تلت اثار العالم، فدايما دايما في التسويق يقول لك اشتغل في اللي انت تعرفه اكتر او اللي انت متفوق فيه اكتر، علشان هو ده اكتر حاجه هتعرف يعني هتعرف تنتج فيها. فاحنا السياحه الثقافيه عندنا بنهتم بيها الفتره اللي فاتت ديت، بدليل ان في اكتشافات كتيره، بدليل زياده اعداد السياح بالذات من امريكا الشماليه الفتره اللي فاتت، يعني 700,000,000 سائح 700,000 سائح وصلوا من امريكا الشماليه وكلهم مركزين على السياحه الثقافيه. 1,300,000 سائح وصلوا من المانيا، برضو النسبه كبيره جدا منهم، نسبه 69% منهم سياحه ثقافيه.
حملة التسويق السياحي طبعا لازم تعتمد على ترويج للسياحة الثقافية. طبعا أحداث افتتاح المتحف المصري الكبير ده حدث ده في حد ذاته ترويج جيد جدا جدا، وده اللي وضع مصر من ضمن 25 وجهة السنة دي أو حسب تقديرات المنظمات العالمية، ان مصر من ضمن اكتر 25 وجهة عالمية ترندنج الفترة اللي جاية في 2020 بمناسبة افتتاح المتحف المصري. ان شاء الله يتم ده ويتم الترويج ليه بشكل أكيد. جميل جدا أكيد. من خلال السوشيال ميديا. انا بشكرك جدا جدا استاذ علاء خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين السابق، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله مزيد من التنشيط والترويج السياحي. نلتقي والفقرة القادمة والفن والادب والثقافة والفقرة القادمة.